يا سلام يا سلام، شوط ناري هنا كان مع عناد، وعناد سجل التوقيت الزمني المرافق له 6 دقائق 6 ثواني وتسعة أجزاء من أيضا هناك مع عناد. والسلام لمحللنا القدير والمتميز محمد بالحب العامري. أنا المركز الثاني 6 دقائق 7 ثواني وخمسة أجزاء من الثانية كان مع محظوظ لسعيد بن سالم بن سعيد بن غدير الكتبي. المركز الثالث كان مع مرفوق بالمركز الثالث لعبد الله بن ناصر بن سعيد بن محمد الكتبي، والتوقيت الزمني 6 دقائق 9 ثواني 3 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. تتواصل انطلاقات المساء، تستمر التحديات في هذه الأجواء الممتعة للقاية بمشاهدة هذه الأصائل التي تتناقل قواطرها التي تعم كذلك أرضية هذا الميدان. أعلنت على بركة الله وتوفيق منها انطلاقة جديدة لشوطنا 20 الخاص بالابكار الحجايق. مقدمة هذا الشوط العملة على المركز الاول سالم بن دري الفلاحي يبدأ بعد بداية هذه الانطلاقة بوجود العملة على المركز الاول. ننتقل الى المركز الثاني مواري احمد بن سعيد بن منانة، بينما ننتقل الى المركز الثالث مهابة حمد بن محمد بن سالم العامري. ننتقل الى المركز الرابع في هذه اللحظات وخلال هذا الانطلاق مياسة سيب بن مطر بن خلفان اليابري ياتي بانطلاقة ووجود مياسة. ننتقل الى المركز الخامس، هذه هي انطلاقة متعبة سالم بن كاسم بن خليفة المسافري، خذت المركز الخامس والمركز السادس احترام سالم بن ضعيب بن غدير الكتبي ياتي مع وجود احترام. المركز السابع تتواجد فيه بلشة سيف بن حميد بن ضبيب الشامسي ياتي مع ايضا المركز السابع. وننتقل إلى المركز الثامن حيث تتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير بتدخل هذه الأسماء القوية التي تنطلق للمنافسة الشريفة في أرضية ميدان المرموم. تدخلت الأسماء، انطلقت أيضا بوجود أرباح راشد بن عبد الله بالطير العامري، ولكن سريعا تتواجد في هذه الانطلاقة هذه أيضا عاد سعيد بن علي بن محمد النيادي يبدأ بالدخول السريع. المركز العاشر مزون سالم بن رملي بن محمد العامري تدخلت سريعا الى المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق وفي هذه المنافسة التي تظهر بوجود هذه الابكار المنطلقة على مقدمة هذا الشوط. ولكن العودة الى الصدارة، هذه مياسة تتواجد، هذه مياسة تنطلق مشاهدينا الاعزاء لتقود الشوط وتنطلق بالصدارة. سيف بن مطر بن خلفان اليابري ياتي بانطلاقة مياسة، سيف بن مطر بن خلفان اليابري يقدم انطلاقة مياسة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول، بينما احترام سالم بن ضعيب بن غدير الكتبي يتقدم بوجود احترام في هذا الانطلاق. عملة بن دري سالم بن دري الفلاحي ياتي بانطلاقة العملة المتواجدة في المركز الثالث. المركز الرابع مواري احمد بن سعيد بن منانة مع وجود وانطلاقة احترام في هذا الانطلاق. تدخلت ايضا الكدرية خليفة بن محمد بن شاهين المرر، ولكن هنالك من الجانب الاخر متعبة سالم بن كاسم المسافري ياتي بانطلاقة متعبة. شوف القادمة، شوف المتسللة ارباح راشد بن عبد الله عطيره العامري يصل في هذه اللحظات. كذلك مرضية ظافر بن حمد بن مسعود الاحبابي بدأت بانضمامها الى المراكز المتقدمة، ووصول من الشاهينية خليفة بن عمر بن بخيت المنصوري يصل في هذه اللحظات. ياما من الابكار القادمة، ياما من النوعيات المنطلقة. هذه هي ايضا انطلاقة سالم بن عبد الله بن صاروخ النعيمي ياتي ايضا مشاهدينا الاعزاء مع لويه المتواجدة في هذا الانطلاق المتدخلة من الجانب الاخر.
بنغدير غير مسار هذا الشوط مع لوحة الكيلومتر الأخير بانطلاقة أيضا احترام سالم بضعيب بنغدير الكتبي، وهنا انطلاقة أرباح راشد بن عبد الله راعي الطيره العامري ياتي في هذا الانطلاق. وصلت شاهينية خليفة بن عمر بن مخيت المنصوري، تدخلت أيضا من الجانب الآخر، هناك أيضا لوية. هنا مشاهدينا الاعزاء، ولكن من تدخلت سريعا، من تدخلت سريعا للكايدة سالم بن مبارك بن محمد الفيده المري، غيرت الى مقدمه هذا الشوط مع الفيده. المركز الثاني الشاهينيه خليفه بن عمر بن بخيت المنصوري يتقدم بمحاولاته، والمركز الثالث ايضا لويه سالم بن عبد الله بن سالم بن صاروخ النعيمي، ولكن الفيده راح بالمركز الاول مع الكايدة سالم بن مبارك بن محمد الفيدة المري، لتتقدم على الصدارة، لتتقدم على المركز الأول في هذا الانطلاق. هذه الكايدة سالم بن مبارك بن محمد الفيدة المري ياتي مع انطلاقة هذا الاسم مع إبداع هذا المساء بالانفراد في الأمتار الأخيرة، منفرد انفراد كلي عن بقية الأبكار المشاركة. هذه الكايدة تتقدم لتبدع بانطلاقها المدير، تهانينا لمالك الكايدة سالم بن مبارك بن محمد الفيدة المري على هذا الابداع وانطلاقه الكايده بالمركز الاول. المركز الثاني الشاهينيه خليفه بن عمر بن بخيت المنصوري، بينما المركز الثالث فكانت مرضيه حامد بن محمد بن غدير الدرعي. المركز الرابع سالم بن احمد بن فاضل الراشدي ايضا مع حلوه في المركز الرابع، والمركز الخامس كان ايضا هناك بانطلاقة وجود ايضا لسالم بن عبد الله بن صاروخ النعيمي. التوقيت 6 دقائق 5 ثواني 3 اجزاء من الثانية. كانت الكايدة سالم بن مبارك بن محمد الفيدة المري قدمت الابداع والانطلاق المدير المركز الثاني، فكانت ايضا بتوقيت الزمني 6 دقائق 5 ثواني 8 اجزاء من الثانية صاحبة المركز الثاني، وهي الشاهينية خليفة بن عمر بن بخيت المنصوري. المركز الثالث وصلت مشاهدينا الاعزاء، حيث ايضا مرضي حامد بن محمد بن غدير الدرعي ب6 دقائق 10 ثواني 5 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات هنا على ارض